أنت مسؤول وأنا مسؤول، والنظرة التبريرية لوضع الأخطاء والتقصير الشخصي والنفسي على الحكام أو على الأعداء أو على العلماء نظرة مرفوضة بنص القرآن الكريم. لا ينبغي أن تجعل من غيرك مشجبا لتعلق عليه أخطاءك ولأعلق أنا عليه هزائمي وتقصيري في حق ربي وفي حق ديني. لا، قال جل وعلا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. يا أخي أنا أرى العودة، أنا أرى القذات الصغيرة التي قد لا ترى إلا بالميكروسكوب، أراها في عينك وأغض الطرف عن العود الضخم في عيني، وأنت ترى القذات في عيني وتغض الطرف عن العود الضخم في عينك، صار كل واحد منا يعلق على غيره ويجعل من غيره مشجبا ليعلق عليه أخطاءه وتقصيره هو في حق ربه، ثم في حق نبيه، ثم في حق دينه، ثم في حق نفسه، ثم في حق أهله، ثم في حق وظيفته، ثم في حق الناس، ثم في حق الآخرين. الدين أمانة، العبادة أمانة، الفرائض أمانة، الصلاة أنت أمين في هذه؟ هل تؤدي هذه الأمانة على مراد الله جل وعلا؟ هل تؤدي الصلوات في أوقاتها كما أمرك ربك ونبيك صلى الله عليه وسلم؟ الصيام أمانة، هل تؤدي هذه الأمانة بأمانة؟ أم أنك تطلق لبصرك العنان لينظر إلى ما حرم الله أثناء الصيام؟ أم أنك تطلق للسانك العنان ليتكلم بما لا يرضي الله عز وجل في نهار رمضان؟ أم أنك تطلق لسمعك العنان ليسمع ما حرم الله عز وجل في نهار وفي ليل رمضان؟ هل أديت الأمانة؟ الزكاة، هل أديت الأمانة؟ هل جمعت المال من الحلال واتقيت الكبير المتعال وأخرجت حق الفقراء والمساكين؟ الحج أمانة، أنفق الله، وسع الله عليك، لما لا تؤدي الحج إلى الآن؟ يقول لي أحد الناس وأنا أذكره لأني رأيت أن الله قد وسع علي: لما لا تحج إلى الآن يا أخي الحبيب؟ قال: يا شيخ محمد ما تكبر راسك عم الشيخ. قلت: خير يا أخي. بقول لك: لما لا تحج؟ قال لي: عاوزنا أروح أصرف لي 60,000 عشان أبوس حجر في مكة كده. خيانة، هذه صورة من صور الخيانة. فالفرائض أمانة، لا، جوارحك أمانة، بصرك أمانة، سمعك أمانة، أنفك أمانة، لسانك أمانة، عضو الذكورة عندك أمانة، رجلك، يدك، كل جوارحك أمانة. اسمع لربك جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هتسأل عن كل هذه الجوارح، هذه أمانات عندك، وظفت هذه الأمانة بأمانة أم أنك قد وقعت في الخيانة؟ يا أيها الذين آمنوا، يلا أما تسمع دي أصغ السمع وافتح القلب. يا أيها الذين آمنوا، ماذا يا رب؟ خلي بالك من الأمر ده، جليل قوي، خلي بالك من النهي ده. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، لا تخونوا الله والرسول. ممكن عبد يخون الله؟ ممكن عبد يخون رسول الله؟ نعم، كيف ذلك؟ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله بترك أوامره، ولا تخونوا الرسول بتضييع سنته، ولا تخونوا أماناتكم بتضييعها فيما بينكم. هل عرفت كيف يخون العبد ربه؟ كيف يخون العبد نبيه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله، أي لا تضيعوا أوامره، امتثل أمره لتكون من أهل الأمانة، كن أمينا بامتثال الأمر، كن أمينا باجتناب النهي، كن أمينا بالوقوف عند حدود الله سبحانه وتعالى،
كن أمينا مع حبيبك المصطفى بامتثال أمره، باجتناب نهيه، بالوقوف عند حدوده، باتباع سنته، بالذب عن شريعته، بتبليغ دعوته، بالصلاة والسلام عليه، بالتحرك لدينه بين الناس، بقولك وتصديقك وأخلاقك وسلوكك وعملك. يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، أي بتضييعها. أد الأمانة إلى من ائتمنك، وليس معنى أن يخونك فلان أن تقع أنت في الخيانة، لا والله، إن خان غير المسلمين فأهل الإسلام لا يقعون في الخيانة، وإن غدر غير المسلمين فلا يغدر المسلمون، لأن لنا دينا يضبط أقوالنا وأفعالنا ومشاعرنا وأخلاقنا. لا ينبغي لأي أحد أن يفعل ما يشاء في الوقت الذي يشاء، ولا ينبغي لأي أحد أن يقول ما يريد في الوقت الذي يريد، لا، لك دين يضبط قولك ويضبط حركتك ويضبط مشاعرك، حتى الحب، حتى البغض، حتى العطاء، حتى المنع. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. لابد أن يكون مدخلك مدخل صدق، لابد أن يكون مخرجك مخرج صدق، لابد أن يكون قولك وفعلك قول وفعل صدق. هذا هو المؤمن الأمين. المؤمنون أمناء والمنافقون خونة، معلش شديدة شوية بس ده الحق، بقول لحضرتك المؤمنون أمناء. أنت أيها المؤمن وأنت أيتها المؤمنة، أنت أمين وأنت أمينة بالإيمان، والمنافق خائن، المنافق خائن. ففي صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: آية المنافق، آية يعني إيه؟ يعني علامة. آية المنافق أي علامة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب نجاني الله وإياك من الكذب، ولسه هنقف وقفة كاملة مع الكذب، اللهم اجعلني وإياكم مع الصادقين. إذا حدث كذب، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن، أيوة خان، خصلة من خصال النفاق. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، سلم يا رب، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. أول خصلة قالها إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا ائتمن خان، سلم يا رب، إذا ائتمن خان، أول خصلة، خصلة من خصال النفاق، إذا ائتمن.